انا يبقى عندي حاجه واحده بس، وكنت يعني مصر ان احنا نتكلم فيها النهارده. احنا معانا فيديو مش اكتر من دقيقتين، عاوز حضراتكم تشوفوه الاول وبعدين نتكلم فيه. صباح الخير. لأي حد عامل لي فولو او يعرفني هيعرف ان انا اسمي مونيكا صدقي، في كليه صيدله، عايشه في القاهره وبدرس. جالي من كام يوم حد عامل اكونت على الفيسبوك باسم سلمى حجازي، خد صوره من صوري وكتب كلام وحش جدا، دخل في جروب انا مش عارفه ازاي دي السيدة تعمل جروب زي ده. المهم يعني انا حاولت اقفل الاكونت واتقفل الحمد لله، بس عندي مشكله ان شعبي اللي ما بيرحمش واخد كله السكرين شوت على الكلام ده وقصص الاسم وعامل ان انا اللي كاتباه وكله عامل ينزلها في كل حته، بيج جروبس بنات ولاد، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه. انتوا ما عندكوش رحمه مثلا؟ ما عندكوش رحمه؟ انتوا ممكن تكونوا عارفيني انا اشتغلت فتره في مجال الموديلنج وسبته عشان اثر على دراستي، قلت اخلص دراستي واشوف عايز ايه في حياتي. طبيعي اي حد يعني بيجرب يشتغل هو بيدرس بيعمل اي حاجه طبيعي. ناس كتير ما تعرفنيش مثلا، تعرفني شكلا عامله لي فولو، انا ما بعرفش اتكلم لايف، انا ما بعرفش اتكلم مع الناس في فيديو، بس انا لازم اطلع اقول الكلام ده عشان اتعبت. انا 50 حاجه معموله، انا اروح ابلغ على ايه ولا ايه؟ وكل ما اروح يعني اكلم واحده تروح تمسح لي كومنت وناس تاني بيج يقولوا لي يا ستي فكك انت مش شايفه جايبه قد ايه كومنت. دي طالبة اهي في صيدلة اسمها مونيكا، اللي حصل انه في جروب على الفيسبوك اسمه لطيف جدا، يعني يقول لك كيف تشكطين ذكرا، ببساطة شديدة ماشي، في ناس بتعمل جروبات مغلقة وبيتكلموا في اللي هم عايزين. في حد ده مختل عقليا ونفسيا بالطبع، يعني دخل على الاكونت بتاع مونيكا، خد صورها وعمل هو حساب باسم سلمى حجازي، ودخل بقى الجروبات بتاعت البنات دي يتكلم على لسان سلمى بصور مونيكا ويقول انه بيعمل ويسوي عشان الرجاله وبيغريهم ازاي والكلام ده. طبعا الناس بدات تاخد سكرين شوت من الحاجات بتاعت الاكونت اللي باسم سلمى اللي عليه صور مونيكا ويبداوا يتكلموا. طبعا ناسها جيرانها اصحابها شافوا الحاجات، فازاي انه البنت دي تقول الكلام ده وتعمل الكلام ده؟ بتستغيث يا جماعه، بتستغيث، وبتستغيث على فكره مش بس من الشخص اللي عمل الحساب الوهمي واللي دخل لفق لها الكلام، لا دي بتستغيث من الناس كلها، لانه احنا كمان شعب ما شاء الله علينا يحب الفضائح بطبعه، يعني لما تلاقي في فضيحه تلاقينا قاعدين نتكلم وننقل ونعمل. تقوا ربنا وتقوا ربنا في البنت، يعني اذا كان في حد اضر بيها واصطنع هذا الحساب عشان يشهر بيها او يتسلى، الله اعلم يعني هذا المختل عمل ده ليه. هي بتخاطبكم، بتخاطب ضمائركم، الناس اللي هي قاعده تهري واللي هي قاعده تاخد وتدي وتتبادل الكلام بتاعها والصور بتاعها يكفوا اذاهم عن هذه البنت. هي حاولت تبرأ نفسها واحنا كمان عرضنا ما قالته، وارجوكم ارجوكم اتقوا ربنا في اعراض الناس، بلاش تشهروا بالناس بهذه الطريقة.